السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ ممكن أسأل سؤالين؟ اتفضلي يا أختي. السؤال الأول، في واحد مات وزوجته ما خدتش المؤخر بتاعها، يجوز أخوه يسد من زكاة المال بتاع أخوه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإذا مات ولم يكن دفع المؤخر لزوجته أخذ المؤخر من عموم التركة قبل تقسيمها إن كانت له تركة، وإن لم تكن له تركة سدد أولياؤه من عصبته الدين عنه قدر استطاعتهم. أما زكاة المال فالجمهور على أن زكاة المال لا تخرج في سداد ديون الأموات، والله أعلم.